لا أحد من وزراء الحكومة الروسية ولا من قادة الجيش الروسي له مكانة خاصة لدى بوتين كالتي يحظى بها رمضان قاديروف، وليس كذلك وحسب، بل قد يثق بوتين به أكثر من الكثير من المسؤولين الكبار في الكرملين. فقاديروف هو الوحيد في العالم الذي يستطيع دخول مكتب بوتين من دون ميعاد مسبق، وهو الوحيد القادر على زيارة الكرملين متى يشاء دون أن يستطيع أحد منعه. فأبواب الكرملين مفتوحة على مصراعيها للشاب المسلم الذي يدخل إلى مكاتب حساسة في الحكومة الروسية دون استئذان من أحد، وهو أشهر اللاعبين العسكريين الآن في الحرب الروسية على أوكرانيا. فما الذي جعل من ابن محارب للسوفيت إلى مقرب من وريث العصرين السوفيتي والقيصري فلاديمير بوتين إلى درجة أن صار يلقب بابن بوتين الذي لم ينجبه، وأهداه الرئيس الروسي وسام بطل روسيا، وهو أرفع وسام روسي يمنح لشخص؟ فكيف كانت بداياته وما التضحية التي قدمها ليصل إلى هذه المكانة لدى زعيم روسيا؟ وماذا قد يفعل من أجل بوتين؟ ومعلومات وتفاصيل أخرى عن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف وحياته الشخصية. ولكن قبل البدء أذكر الأصدقاء الذين لم يشتركوا بالقناة بعد أن يشتركوا. يلا نشوف. ولد رمضان قاديروف في 5 من تشرين الأول أكتوبر في العام 1976، وهو الولد الأصغر لوالديه أحمد قاديروف وإيمان قاديروف. ومنذ طفولته عرف بالطفل الكثير الحركة المثير للمشاكل، إذ كان دائم الدخول في شجارات مع زملاء له في المدرسة، وكان ينظر إلى والده أحمد قاديروف القيادي الثائر ضد الاتحاد السوفيتي على أنه مثله الأعلى الذي يسعى دائما لنيل رضاه، حتى من خلال تقليد مشيته أو حركاته. أحب رمضان الرياضة بأنواعها منذ صغره، إلا أن شغفه الأكبر بالملاكمة، وعندما كبر صار يحاول التقرب من الملاكمين العالميين، والتقى بالملاكم العالمي مايك تايسون الذي كان يعتبره من بين أصدقائه. قاتل رمضان إلى جانب والده أحمد قاديروف في الكثير من المعارك ضد الروس، وكان من بين المطلوبين لحكومة موسكو في الحرب الشيشانية الأولى التي وقعت بين عامي 1994 والعام 1996، إلا أن الروس لم يستطيعوا إلقاء القبض عليه. وخلال تلك الحرب قام والده أحمد قاديروف بتأسيس ميليشيا عسكرية خاصة به عرفت باسم ميليشيا قاديروفيتسي، وسلم قيادتها العسكرية لابنه رمضان، وكانت من القوات العسكرية التي تمتلك تدريبا عسكريا عاليا، وتذكر التقديرات بأن عددهم كان يتراوح بين 4,500 و5,000 مقاتل. كانوا أقرب إلى قوات عسكرية دينية تقاتل تحت مسمى الجهاد ضد روسيا، وظل الحال كذلك حتى انتهاء الحرب في العام 1996 عند انتهاء الحرب الروسية الشيشانية الأولى، إلا أن الأحوال تغيرت مع بدء الحرب الشيشانية الثانية بعد 3 سنوات في العام 1999، حينها انشقت قوات أحمد قاديروف من القتال مع باقي الفصائل الإسلامية الشيشانية وصارت تقاتل ضدهم نصرة للروس. وكان السبب في ذلك حسب لقاء قديم لأحمد قاديروف على قناة الجزيرة بأنه لم يكن راضياً على وجود مقاتلين عرب على الأراضي الشيشانية، وهم بالغالب كانوا مؤيدين لمنافسه الرئيس الشيشاني في حينها سليم خان يندربايف. فدخل أحمد وابنه رمضان قاديروف في صراع كبير مع باقي القادة انتهت بقتل واغتيال معظم خصوم قاديروف الأب، حتى استطاع مع ابنه والجيش الروسي إخضاع الجمهورية الشيشانية تحت سيطرتهم في شهر أيار مايو من العام 2000. ومع ذلك لم تستسلم الفصائل الإسلامية وظلت تقاتل ضد الروس، إلا أن انضمام قوات قاديروفيتسي إلى الجيش الروسي
تسببت بهزيمة ساحقة لهم في العام 2002، لأن المقاتلين في قوات رمضان قادروف كانوا قوة فاعلة في القضاء على أي مقاومة للغزو الروسي، فهم كانوا أهل الشيشان الأدرى بشعابها. وبسبب الخدمة الكبيرة التي قدمها رمضان قادروف وعائلته للدولة الروسية، صار الأب أحمد قادروف رئيساً للشيشان في 25 أكتوبر في العام 2003، وصارت الشيشان إقليماً تابعاً للاتحاد الروسي. إلا أن عائلة قادروف لم تهنأ كثيراً بالمنصب وبمكاسب الرئاسة، حيث تم اغتيال الرئيس أحمد قادروف في 9 أيار مايو في العام 2004. وحسب رمضان فقد قام بالثأر لوالده من الشخص الذي قتله، والذي كان ينتمي للفصائل المعارضة لانضمام الشيشان للاتحاد الروسي، والذي يتراوح عددهم بين 700 و2000 شخص حسب التقارير الإعلامية. ومنذ وفاة والده صار رمضان هو الشخص الأقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال رمضان بأنه جاء شخصياً وزار قبر والده. وطالما عرف عن رمضان بأنه يمتدح بوتين في كل مناسبة في الإعلام، وذكر في أكثر من مرة بأن بوتين يجب أن يبقى رئيساً لروسيا إلى الأبد. وفي سؤاله حول الديمقراطية وأهمية أن يعيش الناس في بلد ديمقراطي، ذكر رمضان بأنه لا يؤمن بالديمقراطية، وبأن البلدان يجب أن تدار من قبل أشخاص أقوياء وليس بالديمقراطية. ويعتبر رمضان قادروف من أوائل الزعماء في روسيا الاتحادية الذي أيد غزو أوكرانيا وأعلن استعداده للقتال. ووسط حشد من قواته، طلب رمضان من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يعتذر وبسرعة من بوتين، وأن يطلب الصفح منه قبل أن يصبح الرئيس السابق لأوكرانيا. وقواته الآن تقاتل في أوكرانيا جنبا إلى جنب مع الروس. أما حياته الشخصية وبشكل سريع، فقد تزوج رمضان في العام 1996، ولديه 3 صبيان و6 فتيات، وهو يحب الموسيقى ويعشق ركوب الخيل، كما وشوهد في العديد من المرات يحضر مجالس التصوف، ويحب اقتناء السيارات الرياضية الفارهة والتواجد وسط نجوم الفن والرياضة من مشاهير العالم، الذين حضر العديد منهم حفل عيد ميلاده 35، والذي كان حفلا مبهرا كلف الملايين حسب المراقبين. وعندما سئل عن مصدر تمويل الحفل الذي تم بثه بشكل مباشر على شاشات التلفزيون، أجاب بأن الله أعطاهم أموال الحفلة. ومع ذلك يبقى الحرب ودخول المعارك هي الهواية المفضلة لدى رمضان قادروف، فهل سيخرج منتصرا أم خاسرا في معركته الحالية في أوكرانيا؟ شاركونا آراءكم أصدقاء الرائعين، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.